تقرير تركي جديد يسلط الضوء على اليمن كبلد بات منطقة تنافس شديد بين القوى الدولية لانشاء قواعد عسكرية في مياهه الاقليمية. التقرير الذي نشره مركز انسام للابحاث الانسانية والاجتماعية اشار الى ان المعارك التي تدور حاليا في الحديدة تاتي في سياق سعي الامارات الى تعزيز نفوذها العسكري في المياه الدولية في البحر الاحمر. وقال التقرير ان مسألة السيطرة على الحديدة هي احدى ابرز المحطات التي ستحدد مستقبل الحرب في اليمن. إذا تنافس دولي على منفذ بحري يعبر منه 5% من نفط العالم ويقع في دولة منهارة منذ أربع سنوات تديرها ميليشيا الحوثي في صنعاء وميليشيات تابعة لأبو ظبي في عدن انهيار الوضع الأمني في اليمن والتي تملك شريطا ساحليا يزيد عن 2500 كيلومتر أغرى دولا إقليمية ودولية على استحداث قواعد عسكرية في المياه اليمنية في تجاوز واضح للسيادة اخرها محاولة الامارات مطلع العام الجاري استحداث قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى قبل ان يتم رفضها شعبيا ورسميا عدا عن سيطرتها الفعلية على جزيرة ميون وانشاء قاعدة عسكرية فيها طريق الحرير الجديد مشروع صيني يهدف الى ربط الصين بدول اسيوية واوروبية يمر المشروع من مضيق باب المندب وتعتبر اليمن احدى الدول المحورية في هذا المشروع ووفق تقرير إنسامر فإنه في حال حققت الصين مشروعها هذا فذلك يعني احتمال انتقال العظمة التجارية من مراكز تجارية هامة مثل دبي وأبو ظبي إلى ميناء عدن والحديدة وهو ما يفسر استماتة أبو ظبي في تعزيز نفوذها على هاتين المدينتين على وجه الخصوص في خضم الحرب التي تشارك فيها الإمارات منذ أربع سنوات الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا دول كبرى تتنافس على موقع قدم في اليمن ولو على شكل قواعد عسكرية بينما تختزل الرياض وأبو ظبي وطهران أيضا النفوذ الإقليمي في اليمن على شكل إطالة أمد لا استقرار فيه فضلا عن الصراع على السيطرة على البر والبحر والأجواء اليمنية